والله لا يقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شيء إلا ويحدث. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذا أنتم ما تزوجون الشباب ولا تزوجون البنات استحملوا الحرام اللي يجيبكم. الشاب اللي من البداية ومن صغره وقلب نظيف وإنسان لا يريد الحرام تقولون لا ستوب أنت ياهل لا تتزوج، إنزين الريال قاعد يغلي يا مجرمين، الشاب يغلي، ولدك يغلي يا أبي يا خبي، آباء أغبياء أمهات أغبياء. الشاب الولد عمره 15-16 يقول حق أمه بزر يا الياهل يا الزعطوط، حذاري تتكلم في هذا الموضوع، روح كمل دراستك. ويروح يكمل دراسته ويدمن على العادة السرية ويدمن على الحرام ويرقد مع الخدامة ويرقد مع بنت الجيران ويرقد مع بنات عمه ويرقد مع مدري مين ويقص على كل ينتقم، يبي ينتقم. الريال في ثورة يبي ينتقم من بنات الجامعة وبنات المجتمع لأنكم أنتم حرمتوه من الزواج والعياذ بالله. والبنت كذلك، البنت أبي تتزوج وعندها رغبة زواج وتحرمونها من الزواج فتنقلب بويا وتسوي العادة السرية وتبي تتعرف على شاب وتبي تفرغ. المرأة عندها ثورة جنسية، عندها رغبة في الحب والحنان والرومانسية، تبي تفرغ وتتجه إلى الحرام وإلى الغلط. وإذا ما حصلت شاب تروح تمارس السحاق مع بنت من البنات وتنقلب بويا وتنقلب بنوتة ويتزوجون مع بعض. ما تستحون على دمكم يا أخي، متى بتنتفضون وتحلون مشاكلكم؟ فأنا أقول لكم أنتوا الآن تقولون والله الشباب سواويد وجه ويقصون على البنات، أنتوا اللي خليتوهم سواويد وجه، أنتوا اللي خليتوهم مجرمين لأنكم أنتوا منعتوهم من الحلال ومن الزواج. ما سمعنا أيام الصحابة وأيام السلف الصالح ولا حتى أيام أجدادنا، يعني خلونا من الصحابة هذول الناس يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما سمعنا إحنا فرجان الأول ولا الأحياء القديمة اللي من 100 سنة سمعنا أن شاب ضحك على واحدة وأفقدها عذريتها، ولا سمعنا أن شاب يتعرف على 10-20، ما سمعنا. ليش؟ لأن الزواج سهل، سهل الزواج، سهل الزواج، سهل الزواج. تعبت وأنا أتكلم، تعبت وانا اتكلم واقول لكم سهل الزواج. يعني انتم وصلتوا مرحله صرتوا قوادين ديوثين، انتم شنو معدنكم؟ لا يقول لي اب ولا يقول لي حد انا ما اشوف الحرام زايد. الحرام مثل الماي، الحرام مثل ما تروحون مولات، ما تروحون مجمعات، ما تروحون تشوفون ايش قاعد يصير، ما تشوفون التيك توك البرامج السخيفه، البنات اللي قاعدين يتعرون باجسامهم، شو اللي صاير فينا احنا والعياذ بالله في هذا الزمن؟ ما تروحون تشوفون وسائل التواصل البنات قاموا يمتهنون الزنا والحرام والغلط؟ تشوفون ولا ما تشوفون؟ تشوفون ولا عندكم عيون ولا ما عندكم عيون؟ عندكم غير ولا ما عندكم غير؟ عندكم احساس ولا ما عندكم احساس؟